بكم معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسلامة. هو موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة والسلامة ديالكم. واليوم مرافقني وحاضر معنا البروفيسور جعفر الغيساسي اللي هو طبيب أخصائي في جراحة القلب والشرايين. صباح الخير بروفيسور غيساسي، أهلا وسهلا. صباح الخير مدام عفاف، وصباح الخير مستمعين ديال ميد راديو. شكرا لك، ودائما كنشكرك على المشوار ديالنا من مدينة الرباط لمدينة الدار البيضاء باش تكون حاضر معنا في الاستوديو، فشكرا لك. اليوم إن شاء الله غتكون الحلقة ديالنا مفتوحة بروفيسور جعفر الغيساسي، فكل ما عنده علاقة بأمراض القلب والشرايين. ولكن في بداية بروفيسور، اليوم ولو ما عندناش موضوع لأنه الحلقة ديالنا مفتوحة، ولكن ما فيها بس لأنه لما كنتكلموا على القلب طبعا عضو مهم جدا في الجسم ديال الإنسان، يعني في حلقات سابقة معك قلت راه واحد المضخة كي الإنسان ما يمكنش يعيش بلا بها، هي واحد الآلة اللي ما كترتاحش نهائيا في الجسم ديال الإنسان. فاليوم بروفيسور جعفر الغيساسي، علاش؟ لأنه كانوا بزاف ديال المستمعين الكرام طلبوا منا أنه نبرمجوا حلقة اللي هي خاصة بالرياضة اللي كتساعد القلب وربما كتخليه يقوم بالوظيفة ديالو على أحسن وجه. فاليوم إذا كانت نصيحة منك بالنسبة للأنواع ديال ممارسة النشاط الرياضي اللي كتفيد القلب، خصوصا الناس اللي عندهم مشاكل صحية على مستوى القلب، أشنو الأنواع ديال الرياضة اللي كتنصحهم بها طبعا بروفيسور جعفر الغيساسي أخصائي في جراحة القلب والشرايين؟ بالنسبة للرياضة، الرياضة هي واحد الشيء اللي خصنا نعملوه بانتظام. وبالنسبة للقلب، الرياضة هذا كاين الناس اللي مختصين في الرياضة والقلب، لأن الرياضة كاين الرياضة عند واحد اللي ما عندوش مشكل القلب وخصو يتفادى الأمراض القلب مع الوقت، كاين الناس اللي عندهم مشكل القلب وما عمرهم ما داروا الرياضة وخصهم يبداوا الرياضة أول مرة باش يعاونوا القلب ويعاونوا الأدوية اللي غنعطيو باش يمكن دير المفعول ديالها في القلب، وكاين الناس اللي كانوا تيديروا الرياضة والرياضة دارت لهم مشكل القلب، يعني المشكل ديال الرياضة والقلب يعني موسوعة كبيرة. ألوغ بالنسبة للناس مثلا اللي ما كانوش يديروا شي رياضة منتظمة مرة من بعد حبسوا باش وصلوا المسؤوليات ومن بعد تبان فيهم شي مشكل ولا بعض العوامل اللي يمكن لا تعطينا مشكل القلب، بحال مثلا السكر ولا الضغط ولا ارتفاع دقة القلب. دونك هادو الناس اللي خصهم باش يمكن واخا تنعطيو الدواء باش يمكن تحسن الحال ديالهم، تتكون واحد المجهود عضلي ومجهود رياضي تيكون ولا بدا باش يساعدنا باش هاد الناس يداو. هاد الناس تنصحهم دائما قبل ما يبداو اي مجهود خص ولا بدا طبيب القلب ديالهم تيشوف هاد الحاله ديال العضله ديال القلب كي دايره، لان واش داك المرض اللي فيهم ولا اللي بدا فيهم تيكون ديجا بدا التاثير ديالو على القلب ولا مازال، عاد تنقولوا يمكن لا بقى داك المرض ياثر وتيدير واحد يشوف داك العضله ديال القلب كي دايره، ومن بعد تينصحهم يبداو واحد المجهود اللي خصو يكون دائما تدريجي. وبالنسبه لهذا المجهود التدريجي كاين بزاف ديال الانواع ديال الرياضات، لان الرياضات بحال اللي كنت فسرت في واحد الحلقه، كاين الرياضه اللي تتلزم العضله مثلا العضله ديال اليد ولا الرجل اللي هي واقفه وتدير مجهود بزاف، هذه خصها الاكسجين بزاف. وكاين اللي تيمكن لها دير واحد اكتيفيتي ديناميك، يعني تيمكن لها تتاقلم مع داك الاكسجين وما تتوصلش لذاك الحد باش يمكن لها تستهلك الاكسجين ودير داك الاسيد لاكتيك. دونك في كلتا الحالتين خصنا نبداو تدريجيا. من الرياضات المهمه اللي تيمكن نديروهم هي مثلا نبداو بالمشي. المشي ما كلو ولا بدا يكون في واحد مثلا كرياضه، ولكن هي في الحياه زعما العاديه ديال كل يوم خصنا نتمشاو كثر، بحال اللي قلنا الواحد يحبس واحد المحطه قبل ديال الترامواي مثلا، ولا يطلع في الدروج، ولا يبدا يخلف على الاقل واحد 30 40 دقيقه في النهار، ومن بعد يمكن له يدوز للجري. كاين بحال السباحه اللي تدير انت تعجبك السباحه، دونك حتى هي لان هذيك ما تنخدموش بالوزن كله ديال الذات، دونك العضلات تتاقلموا مع سميتو الماء تيعاوننا باش نخفوا من داك الوزن ديالنا وتنخدموا بزاف العضلات. ومن غير هادشي كاين بزاف، كاين بحال دابا كاين بزاف ديال الانواع ديال الرياضات اللي بغيت نهضر عليها شي حلقه اخرى، وتنديروا كل وحده شنو هي المجهود ديالها وشحال تيمكن لها تاخذنا من كيلو جول. نعم، اذا نوعدوا المستمعين الكرام انه بزاف ديال الناس كيف ما قلت كانوا طالبونا برمجه حلقه اللي هي خاصه بالرياضه والمشاكل ديال القلب، وحتى بالنسبه للناس العاديين وكيف ممكن بعض الانواع ديال الرياضات طبعا تفيد الصحه ديال القلب ديالهم. كل المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في الحلقه ديال اليوم، وكيف ما قلنا هي حلقه مفتوحه خاصه بكل تساؤلات ديالكم اللي عندها علاقه بامراض القلب والشرايين. انا على ميد راديو دائما الاذاعه القريبه منكم، فمرحبا بتواصلكم معنا في حلقه اليوم من برنامج صحه وسلامه. فاول مكالمه غادي نمشيو باش نتواصلوا مع فاطمه على الخط معنا من مدينه فاس. اهلا بك فاطمه. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ان شاء
شكرا، انا لذت على هاد البرامج اللي كديروا لنا. العفو لالا فاطمه، راه انا متبعه من هاد الراديو منين كنفيق حتى لوحده فهمتيه. مرحبا فاطمه. انا كنت مريضه واستفدت بزاف من التغذيه ومن البرامج ديال الاطباء اللي كتجيبوا، تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. الله يكمل بخير يا رب. امين وان شاء الله كنتمنوا لك دوام صحيحه والعافيه ان شاء الله لاله فاطمه، وتولي ان شاء الله غير كتستافدي منا وتاخدي على سبيل المعلومه، تولي الصحه ديالك ان شاء الله حسنا، ما بقيتيش محتاجه بزاف ديال الحوايج. تبارك الله، كل شيء مزيان، كل شيء مزيان، البرامج ديالكم. مرحبا لاله فاطمه. الله يخليك. بغيت نسول اخصائي ديال القلب. اييه. عندي بنيته عندها تقريبا نين زاد واخا ومتبعة، دابا عندها تبارك الله 19 عام. أييه. ودارت لينا، قلت زعما كما صعيبة عليها هذيك الهندسة المعمارية. تبارك الله. وتا الرياضة ما كنخليهاش دير، كتبغي دير لاصال وكتبغي هذا شي شوية قليضة. وما كنخليهاش، كنخاف يكون عندها تأثير على القلب. واخا، غير قل لي لالا فاطمه، الوقت اللي الاطباء والاخصائيين شافوا هاد البنيته قالوا ما محتاجاش العمليه نهائيا؟ لا، قال لك تقيبه صغيره. إيه؟ ما محتاجاش معاها لاج، غادي نشوفوا ياك ما تسد، ولكن ما تسدتش. ولكن باش عاد. السلام عليكم مدام فاطمه، لاباس؟ وعليكم السلام سيدي، لاباس بخير. كي دايره فاس؟ كاين شي شتا عندكم بالبرد؟ كاين شتا تبارك الله، موجود الخير. تاكلوا الخليع بزاف تما ياك؟ داك الشيء علاش؟ ايوا ما بقيناش ناكلوا. في التغذيه ما كايناش، هذه ما كايناش بصالح الخليع. على ما كاينش في التغذيه هذه، بعض معفف ما قالتكمش فوائد الخليع على الصحه. لا الخليع مازال، يلاه غنبرمجوا لي حلقه ان شاء الله. الصحه ما بقيناش ناكلوا، عاد ناكلوا. الو، غير بالنسبه لبنتك، فوقاش عرفتي عندها هذا المشكل ديال تقيبات القلب؟ من خمس شهور، منين جات؟ خمس شهور عرفتي عندها المشكل؟ شنو واش كان؟ ساعه وهي متبعاني في الرباط. ولكن علاش عرفتي عندها المشكل؟ واش كانت تخناق؟ واش زراقات؟ شنو المشكل اللي كان وقع؟ جاتها واحد الترويحه وتخنقات بزاف. وديتها غير لواحد طبيب عام، هو اللي قال لي انا خصها راه عندها جبر، عندها شي حاجه تتصفر في القلب ديالها ولا شي حاجه؟ كتصفر عندها هذيك الدقات بحال تيصفروا. واخا، واش قال لكم عرق ما تشدش، ولا قال لكم تقبه بقات محلوله؟ لا تقبه، قال لنا عندها واحد تقيبه صغيره. تقيبه صغيره. ودرتو بيان سور تلفاز هذا القلب، وكنتو تديروها كل عام ولا عامين؟ تلفازها نتبعها في الرباط في هذا ديال الاطفال. داكو، في السبيطار ديال الاطفال. السبيطار ديال الاطفال، جناح ديال القلب. داكو، في الطبقه الرابعه. أيه. دونك بالنسبه، دونك ما عمرو ما قالوا لك كاين لا افتتاح لا والو؟ لا لا، ديما تنقول لك ما عندهاش افتتاح. والقلب ما تنفخش؟ القلب ما تنفخش، الضغط في الريه تبقى مزيان. تصويرات الصدر كندير لها، تصويرات الصدر تيقول لك مزيان. وما عاطينها لا دواء لا حتى شي حاجه من الصغر لدابا. واخا لالا فاطمه، داك راني غنجاوبو عليك، غنجاوبو على السؤال ديالك وشكرا لك. كاين شي تاثير؟ واش هذه التقبغه تبقى دائما هكا؟ واخا. مع دابا ما كيجاوبونيش، نقول لهم واش كاينه العمليه، تيقول لي صافي خليها هذا، ما تيقولوا لي لا غادي تكون العمليه من بعد ولا ما تكونش. واخا لالا فاطمه، ديما خايفه. واخا لالا، انا غنجاوبو عليك ان شاء الله. بطبيعه الحال طبعا، انت ام ما نلوموكش على الخوف ديالك نهائيا، وان شاء الله كنتمنوا غير المستقبل ديال بنيته يبقى ان شاء الله مش شريق يا رب، فهي اختارت واحد المجال، وكنتمنوا ان شاء الله انه ما تكونش مشاكل صحيه اللي غتاثر على المستقبل ولا على الدراسه ديالها. فهنا بروفيسور جعفر الغيساسي، لاله فاطمه مستغربه كيفاش بنيتها عندها ثقب في القلب، اكتشفوا هي عندها خمس شهور، دابا في العمر ديالها 19 عام ما كتاخذ حتى شي دواء. قالت فاطمه انه ما كتلقاش واحد الجواب شافي ملي كتسول الطبيب واش غتحتاج العمليه، واش هذه الثقبه غادا تبقى ولا لا، ما كتلقاش واحد الجواب اللي غيريحها. الوغ بالنسبه للبنيته ديال مدام فاطمه تبارك الله 19 عام، ومن غير هادشي قال لك خدات كاع الوزن ديالها، خصها تحضيها من الوزن باش تنقص لها هادشي بالنسبه ليها لحاجه اخرى، ماشي لها الثقب. خصنا نعرفوا بان الامراض ديال الاطفال تيكون بزاف عندها الثقب في القلب، يعني الثقب يعني تيكون واحد الاختلاط ديال الدم بين الجهه اليسريه والجهه اليمنيه، وتتكون دائما على حسب فين كاين داك الثقب، واش كاين الثقب في الجهه ديال الاذين داير بحال واحد الريزيرفوار ديال الدم اللي تيجمع الدم وتيعطيه المدخل اللي هي البطين. لكن الثقب في داك الاذين تيكون الضغط قليل، يعني واخا تيدوز الدم بيناتهم ما تيكونش تاثير كبير، تيكون التاثير لكن شي ثقبه كبيره تبدا يدوز الدم بزاف، وتيولي تيعمر لنا الجهه اليسريه ديال القلب، وخاصها حتى هي لان تيجيها الدم بزاف خاصها تنفخ، تيولي القلب ماشي وتيتنفخ، والضغط في الريه تيبدا يكبر بشويه بشويه، ولكن بعد مرات ما تيتكتشف هذا الشيء حتى لشي سيدين متاخره من الحياه.
ولا تيكون داك التقبه في الجهات البطين، البطين تيكون الضغط بزاف بحال بحال شديتي واحد جوج ديال المضخات ودرتي بيناتهم تقبه، دونك المضخه الصحيحه هي تدوز الدم بزاف وتدوز بواحد الجهد بزاف وتدوزو فين في الجهه اليمينيه، دونك تيطلع لنا الضغط في الريات وتيولي داك الريات الطفل ما تيقدرش يتنفس بزاف، وداك الشيء اللي كيكون دائما مروح دائما عنده تنفس ما تياكلش بزاف ما تيكبرش. وغالب الاحيان دابا باش يكون هكا تروح باش يكون الدراري الصغار تيتروحوا بزاف تيمشيو عند الطبيب ديالهم بيدياتر تيقلب تيجبر مثلا هذا شي 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 انسيفلومون ولا نشوف السفل باش يقلب تيكون يا اما واحد العريق ما تشدش يسميوه الكانال ارتيريال ما تيتشدش، ولا تيكون هاد لي كومونيكاسيون انتيروريكولير واحد الثقب بين الاذينين تيكون صغير بزاف بعض المرات، ولا في لو فونتريكول وداك البطين، البطين هو عضلي يعني بلوس يكبر الواحد مع الوقت بلوس ديك العضله تتكبر وتتشد داك الثقبه، داك الشيء علاش ما تنقدروا بعض المرات نحكموا حتى تيدوز عام عام ونص عامين بعض المرات غالب واحد 60-70% تيتشدوا داك الثقب. دابا بالنسبه للبنيته ديال مدام فاطمه كاين جوج الحالات، يا اما عندها واحد الثقب في البطين ويكون صغير بزاف صغير بزاف يعني ما تياثرلهاش على الريه ديالها، هذيك خصها تيقولوا هي حضيها ما يكونش شي ميكروب ما يكونش شي حاجه ولكن ما تياثر والو في الحياه ديالها، ولا تيكون واحد الثقيبه اونيفو ديال الاذين وهذاك حتى بعد ما تيكون صغير، وكاين تقريبا واحد 10% ديال الناس اللي عندهم داك الثقب تيعيشوا به، وتتكون هي بحال دابا هاد الناس تنخافوا عليهم مثلا ملي تيديروا اختاريه الغوص الغوص لان يعني بعد ما باش نغوصوا لتحت بزاف واحد الاعماق تتكون واحد الاكسجين الكرات ديال 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 الهواء الاكسجين وتيمكنهم يدوزوا لنا داك الثقيبه ولا داك الكره تتحصلنا في العروق ديال الراس، داك الشيء علاش دائما بحال دابا شي واحد اللي غيدير الغوص ولا غيدير شي بلاصه فيها الضغط خصنا نديروا له واحد هاد التلفازه باش نتاكدوا بان ما كاينش داك الثقيبه وتيمكن الواحد يعيش بها عادي وتيمكن داك اذا راه ممكن بنيته ديال فاطمه ما يكونش تاثير على الحياه ديالها نهائيا. هي دابا مستغربه حتى كيفاش ما كتاخذش علاج، هي مساله عاديه ما تيكون ولا علاش نعطيوه لا بانوا واحد الاعراض لا بان واحد الاعراض ولا بان القلب انه تاثر بهذه الثقبه، ودون تو لي كاف في هذا السبيطار ديال الاطفال في الطبقه الرابعه كاين تما واحد الاستاذ واحد الاساتذه اللي مزيانين متكلفين بهاد الاطفال بزاف، ودايو حنا دابا هذيك اكثر من واحد بعض الاشهر دينا كاع تنفتحوا دابا تنمشي انا مره في الاسبوع تما باش نفتحوا لهاد الاطفال تما وغنستغل هذه الفرصه يمكن دابا شويه غنبداو كاع نديروا العمليات سميتو القلب المفتوح، دابا تندير عمليه القلب المشدود مع اصحاب الانعاش تما في سوق السبيطار، والحمد لله شحال الناس اللي هذه اكثر من عامين عامين ونص كانوا كاع تيفتحوا، دابا تقريبا كل اسبوع عندنا جوج ثلاثه الحالات تنفتحوا والحمد لله بزاف ديال الاطفال تيتعتقوا، يمكن دابا واحد الاسابيع غتكون عندنا واحد الجهاز طيب لا تعرف شي واحد ابدا عفاف مكناس يشوف لنا مع السي الوالي تما باش يطلق لنا واحد لاباري اللي يصيفطنا، راه ما عطاونا ليزوتوريزاسيون عطاونا كل شيء تنعينوها ان شاء الله هي تجي راه قربت تجي واحد اسبوع ولا اسبوعين ونبداو عمليه القلب مفتوح للاطفال كلهم. بغيت كذلك بروفيسور جعفر غير نتكلموا هي بشرى طبعا لكل الناس اللي كنعرفوا انه القلب راه بزاف ديال الناس العلاجات ديال بعض المشاكل اللي كتكون خاصه بالقلب راه ما كاينش الامكانيات باش يداويو الوليدات ديالهم، راه كاين امهات واباء اللي كيشوف الوليد في واحد الاعراض وفي واحد المشكل صحي اللي ماثر ولكن تيقول الله غالب يعني كيف ما كنقولوا العين بصيره واليد قصيره، فكاين واحد المركز انتم مشكورين كاخصائيين لانه ما نكروش المجهود ديالكم بطبيعه الحال وداك الالحاح اللي كان وكانت الشماعات وكذا ديال مركز اللي غادي يحمي الصحه ديال هاد الوليدات وغتولي شحال من حاجه بامكاننا انه نداويو دوك المشاكل الصحيه اللي كيعانيو منها، وعلى الاقل يعني تكون بواحد المبالغ ماليه اللي هي في استطاعات ديال الاسر المغربيه وحنا عارفين الدخل ديالها وهاد الامور كامله، فنخليك انت بروفيسور جعفر غادي تتكلم لينا اكثر على هاد المركز. وي بالنسبه الحمد لله هذه واحد جوج الاسابيع المستشفى ديال في الرباط الجامعي قدر enfin واحد سنين هادي وسنين حنا الاطفال مساكن تيعاني واخا تيفتحوا ولكن ماشي داك تيفتحوا دائما مع الناس الكبار، ماشي تدير واحد الوليد فيه 4 كيلو ولا 5 كيلو مع واحد يعد فيه 60 عام ولا 70 عام ما تيكونش نفس العنايه وتيكون دائما خطوره. دابا بحال اللي قلت لك هادي واحد الشهور بدينا بعد القلب المشدود في المركز ديال الاطفال، ودابا صديق المدير مشكور لان حتى هو كان وراء هذا المركز، قدرنا باش ندير واحد المركز تما اللي ديجا مبني دابا خصو هي باش يبدا ايكيبيوه، يمكن كاع تعاوننا حتى ان شاء الله صديق لاسوسياسيون لاله سلمى دونك حتى هي ان شاء الله غتعاوننا باش نجهزوا هذا المركز ويكونوا في ديك الساعه
تقريبا اول مركز يمكن في افريقيا ولا اول مركز اللي تستعين بهذا الشيء ديال الاطفال. ودون تولي كدابا دابا الراميد تيعطي كاع الامكانيات باش ما يفتح باش الواحد ما تيخلص حتى شي حاجه في هذه العمليه. وهذا الشيء الاسر اللي كتكون معوزه حنا في حاجه لهذا الشيء لان دابا كيتداروا هاد العمليات ولكن تيداروا بصفة غير منتظمة في المدن الأخرى وما كاينش شي سيكوريتي لأن هذا خصو واحد إنعاش مركز باش يمكن لهم هاد الأطفال إن شاء الله يعيشوا مزيان ولا تيدار في المساحات الخارجية ولكن داكشي تيخصو أثمنة باهظة ولا خص الواحد يكون عنده تغطية صحية. نعم فعلى الأقل دابا غنبداو نشوفوا ضمان الحق في الحياة بالنسبة لهاد الوليدات اللي هو واجب على المسؤولين بطبيعة الحال. فغادي نمشيو بروفيسور خوفر الغيساسي هاد المرة نتواصلوا في مكالمة أخرى مع لمياء على الخط معنا من مراكش. صباح الخير لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كنشكركم اختي بزاف على هذا البرنامج. العفو لمياء مرحبا. اختي عافاك بغيت نضرب على الدكتور. أيوا مرحبا. دكتور السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يخليك عندي واحد السؤال. أيوا تفضلي. فأنا ديجا كنت درت غومبلاسمون فالفيلار ميترال. أها. وكناخذ واحد التوال اللي داك اللي كارتونة ديالو صفرا. أيوا. ودابا انا مقبل على الزواج وبغيت نعرف واش كاين شي ريسك ولا شي حاجه بالنسبه مثلا في لا بيريود ديال الكروسيس مثلا. شحال في العمر ديالك لمياء؟ عندي 27. 27 عام. وشحال تقريبا باش خضعتي ل تقريبا شي 5 سنين هذه المده ديال 5 سنين. واخا واخا نجاوب على السؤال ديالك واخا. مدام لمياء واش تقدر انت تعاونيني الله يخليك وتشرح للمستمعين شنو هو غومبلاسمون فالفيغ ميترال؟ اي انا كنت بدلت الصمام ديك الساعات يعني الصمام قال لي كان عندي ديك الساعات كانوا كيجوني لي زونجين باش كنت صغيره. كان شنو بغيتي تقول باش المستمعين يسمعوا من واحد مريض وان شاء الله الحمد لله هو يجوز حلقه بزاف. اييه وكان قال لي بلي عندي روماتيزم. اييه وقال لي الطبيب على اساس انا ديك الساعات الحلقه ما كنتيش تداويهم ما كنتيش تداوي الحلقه. لا كنت صغيره كنت ما تنقولهاش لهم في الدار كنت نخاف انني نمشي نضرب ليبرا ولا شي حاجه. واخا ومن بعد جاك الروماتيزم يعني المفاصل ديالك ما بداو تيمرضوا لك. وشي مره كنتي كاع ما بقيتيش كاع تتخلفي وبقيتي ناعسه شي 10 ايام ولا 15 يوم ياك؟ نعم الدكتور. واش باش بداو مرضوا لك المفاصل ما كنتيش كاع بديتي تقعد تخلفي ولا تحركي يديك باش مرضوا لك المفاصل؟ كان ديك الساعات فاش مرض ديك الساعات كانت تنخناق بزاف ما كنقدرش نتمشى. واخا وباش باش جبرتي العمليه كانت الصمامه تخنقات لك؟ ديك الساعات تزيرات بزاف وما قدروش يصلحوها كان خصهم ولا بدي يبدلوها. ودابا باش خديتي هاد الصمامه داروا لك صمامه اصطناعيه وكي حسيتي براسك من بعد العمليه؟ الحمد لله بخير يعني الطبيب ديالي قال لي راه يعني تعيشي مزيان عادي والحمد لله كلشي زعما كان دابا كان. شنو هما الاعراض اللي كانوا تيجيو؟ شنو هما الاعراض اللي كانوا تيجيو قبل وما بقاوش يجيوك دابا؟ كنت ديك الساعات ما كنقدرش نعس تقريبا تجيني ديك الخنقه كنتخنق ما كنقدرش نتمشى كتجيني سخفه بزاف. ومن بعد العمليه؟ الحمد لله الحمد لله مزيان. والعمليه كي كانت واش تخلعتي بزاف في العمليه ولا دازت مزيان؟ نعم. لا كي دازت العمليه مزيان؟ لا مزيان الحمد لله كلشي داز مزيان الحمد لله. الحمد لله. واخا شكرا لك لمياء تواصلتي معنا وكنتي معنا من مدينه مراكش. فنتبارك الله لك بروفيسور جعفر غيز النوبل. فعلا الناس اللي ما كيسمعوا من واحد اللي هو مريض ومر بالحاله كتبقى ماشي بحال اللي نوتة في المثل الشعبي ديالنا اش كيقولوا سال المجرب لا تسال الطبيب. علاش بغيت انا مدام لمياء تعاود على هذه التجربه اللي دارت دازت وحنا تنشوفوا بان الحمد لله دابا بون الا كانت تداوت من الحلاقه ما كانتش توصل لهذه الحاله. نعم وهذه فرصه بروفيسور جعفر غيث اللي لولا مياء اشرت لواحد النقطه مهمه. قالت انا كنت كنمرض بالحلاقم وما كنقدرش نقولها للدار فكانت كتخلي دوك الحلاقم. وهنا في حلقات سابقه كنتي شرتي التاثير ديالهم على الصحه ديال القلب خصوصا الوليدات اللي كيمرضوا بهم في كل مره. هذا وخصنا نعرفوا باش نقول لها دابا دواء الحلاقم ماشي ولا بدا داك الشوكه ديال البنسلين اللي صعيبه تتوقف الرجل. دابا كاين ادويه تيتاخذوا واحد خمس ايام ولا اسبوع بحال حبات وزعما الواحد تيداوى ما بقاش داك الشوكه القديمه اللي تنضربوها باش ما يتخلعوش الاطفال. ثاني حاجه دونك تنشوفوا بان الواحد مع الوقت بشويه بشويه تيبقى تيوقع بحال اللي كنا هضرنا عليها التنفس تيضيق ما تيقدرش الواحد يبقى ينعس الكبده تتنفخ بزاف الحالات ولا
وهي الحمد لله فتحات وهي العضلة القلب مزيانة وما كانش شي ضغط كبير شي علاش الواحد اللي خصو يفتح قبل ما يكون فوات الأبد. بون هي بالنسبة لها كانت الصمامة غالبا تكون مريضة بزاف داكشي علاش بدلوها وباش يبدلوها تندير واحد الصمامة اصطناعية. داك الصمامة اصطناعية هي صمامة مزيانة يمكن لها تبقى مدى الحياة ما يبقى فيها حتى مشكل. هي هو المشكل ديالها خصنا نحضيوها من الميكروب اي ميكروب خصو الطبيب يكون ديالها يعرفها باش يعطيها لي زونتيبيوتيك. هذاك الميكروب اللي بقات يدور في الدوره الدمويه يمكن له لصقنا في داك الصمامه الصناعيه اللي ما تدافعش على راسها بحال واحد الخلايا ديال الانسان. وحاجه اخرى تنعطي واحد الدواء تجري الدم باش الدم ما تكللش فوق داك الصمام. وداك الدواء تجري الدم يا اما ما تيجريش بزاف اللي ما كانش متبع مزيان تدير التحليل على الاقل مره في الشهر يا اما ما تيجريش بزاف وتيمكن له يكلل ولا كلل غيعطينا واحد الكره ديال الدم اللي يمكن لها تمشي للراس وتعطينا شلل يا اما يكون جاري بزاف ولا جرى بزاف تيمكن له في ايدي وقع لنا نزيف اي بلاصه. داكشي علاش مدام لمياء وكاع الناس اللي عندهم صمامات ديال القلب الصناعي خصهم يكونوا دائما على الاقل مره في الشهر تيديروا واحد التحليل تسميه تي بي اي ان ار وما راه عارفين مزيان تيكونوا ديما تيتصلوا اما الطبيب القلب ولا الجراح ديالهم. المهم خصو ولا بدا يقرا لهم شي واحد داك التحليله. وكاين واحد النمط غذائي اللي خصهم يتبعينو واحد الادويه اللي ما خصهمش ياخذوهم ولا الطبيب ديالهم في راسو. الوغ بالنسبه للزواج خصها تعرف مدام لمياء بالنسبه للزواج الحمد لله دابا العضله مزيانه يمكن تزوج يمكن دير حياتها عادي. الحمل هي سؤال خصوصا على الحمل والولاده. الوغ بالنسبه للحمل خصها تعرف ان الحمل ممكن ما كاين حتى شي مشكل. هي هو النهار اللي غادي تحمل خصها تعرف ان كاين واحد الخطوره مع داك الدول تجري الدم. داك الدول تجري الدم في داك الشهور الاولى تيمكن له كاين واحد 1% ولا 2% ولكن كاين احتمال بان داك الدواء ياثر على الجنين. اش التاثيرات اللي تقدر تكون بروفيسور التاثيرات يعطي تشوهات الجنين تشوهات خلقيه دونك خصها تعلم الطبيب ديالها بانها بدا الحمل باش هو تيحبس لها داك السانتخوم تيبدلها بواحد الدواء اخر واحد الشهرين على ما تيتكون الجنين وبعد ترجع الدواء ديالها وتتكون عاوتاني في التالي ديال الحمل باش يمكن لها تولد ما يكونش نزيف لان تيكون الدم شويه جاري. عاوتاني تتكون تبعها مع الطبيب ديال النساء ديالها باش شي يزول هذاك الدواء لان هذا الدواء اللي تياخذ واحد الحبه تيبقاو على الاقل 3 ايام هو الدم جاري. حنا تنبدلوه بواحد الدواء اللي تيكون عنده تيمكن له النفعو ديالو يحبس من بعد 6 ساعات. وخصها تعرف بان بحال دابا انا هذاك العام على الاقل واحد 5 ولا 6 ديال الناس واخا تنقول لهم ما تولدوش تيكونوا عندهم الاطفال. حنا اللي تيكون شي وحده عندها الاطفال تنقول لها من الاحسن ما تولدش لان يعني كاين واحد الاحتمال ديال واحد المشكل. ولكن الناس اللي مازال ما ولدوش ولا عندهم واحد ولا بغاو يزيدوا تيمكن لهم يحملوا خص يكون تبع مع طبيب القلب ديالها والطبيب ديال النساء ديالها وان شاء الله بيكون الخير. شكرا لك. وحنا غادي نرجعوا لحنك البروفيسور جعفر الغيساسي اخصائي في جراحه القلب والشرايين. صباح الخير حميد. صباح الخير لله. اهلا وسهلا. صباح النور. صباح النور عليك وعلى الدكتور. مرحبا بك حميد. الدكتور بغيت نسول الدكتور عندي دقات ديال القلب حاطين. ايه. بغيت نعرف هذا واش زعما واش مشكل ولا لان الاغلب الاحيان تلقانا الدقات ديال القلب ديالي تقريبا قل من 60. قل من 60. قل من 60. شحال في عمرك اسي حميد؟ 43. 43 سنة. 43. واش تدير تمارس واحد الرياضة؟ كنت نمارس واحد الرياضه ولكن مؤخرا كان وقع لي شي سميتو في الصحه ديالي مرض شويه ايه مابقاش كان نمارس الرياضه. شنو الرياضه اللي كنت الرياضه اللي كنت تمارسها سي حميد؟ كنت ندير رياضه المشي. كنت نمارس المشي واحد بالتدريج بديتو توليت ندير ساعه ديال المشي ابخي وليت ندير نص ساعه ديال كندير هكا فروتين كنجري بشويه كندير نص ساعه كندير الحراره شويه ديال الشوفمون داكور. وشنو هو المرض اللي جاك وانت هذه ما تحسيت بصحتك عيانه؟ اللي جاني كان جاتني بحال شي دوخه تقريبا الغيبوبه نقول. غيبتي تقريبا حسيتي براسك تغيب شي واحد غيب فوقاش جاك هذا الشيء؟ جاني صافي دابا سي موا ومشيت دوزت داك الشيء قالوا لي داك الشيء غير الاعصاب وهادي وعطوني واحد الدواء ديال الاعصاب ولكن واش هذاك الاعصاب ممكن يكون عنده تاثير في الدقه ديال قلبي هبطهم؟ بالنسبه اسمح لي سي حميد بالنسبه للدقه ديال القلب ديالك واش تعبرهم تتكون جالس تجبر 60 ولا لا درتي شي مجهود واش يطلعوا داخل نبضات القلب؟ لا درت شي مجهود تيطلعوا داكور. واش دقه ديال القلب عمرك تتحس بهم تيزربوا لك تتحس بحال شي دقه تدقوا دغيا في الصدر ديالك؟
بارفو كي تكون هاد الحالات بارفو تجيني تجيك بارفو ولا تتحس بعد المرة تتكون قاسة تحس بحال شي خطفة في قلبك بحال كوا تقريبا تجيني بعد مرات واخا ولكن مؤخرا ملي وليت نستعمل هذاك الدواء دابا الضغط ديال القلب ديالي كانوا مستقرين ما بين 58 هكا 60 61 4 ولكن ملي وليت نستعمل الدواء واحد خلات واحد السيمانه ولا وليت حتى 50 حتى 50 هبطوا لي على 50 مشيت ندوز عند مول القلب وداك الشيء قال لي ودي راه هابط هذا الضغط ديال القلب هو اللي عندي 53 وتجيك النهجه باش تخلف تجيك النهجه ولا ما تجيكش دخلتي لا ما تجينيش النهجه ولا طلعتي الدروج ولا شي حاجه لا النهجه ما تجينيش نهائيا لا دابا درت لا مارش هذا الصباح شي درت شويه لا مارش داكور واخا سي حميد نجاوبك شكرا لك حميد تواصلتي معنا وان شاء الله دعوتنا لك بالشفاء العاجل والقريب لك ولكل مريض اذا باش نجاوبوا حميد بروفيسور جعفر العساسي الوغ بالنسبه لسي حميد خصنا نعرفوا بعد دولا دقه القلب هما تيكونوا بين 60 حتى 90 هذا عند الانسان العادي بالنسبه للاطفال تيكونوا بعد مرات اكثر 110 120 علاش شنو التفسير الوليدات علاش كيكونوا دائما عندهم الدرجات ولا نبضات ديال القلب زايدين الوغ لان البطين تيهز واحد 70 مليليتر تقريبا بين 60 حتى 70 مليليتر ديال الدم الوغ كل ضخه تيصيفط 60 مليليتر يعني باش نحسبوا دقيقه تتكون تقريبا 5 لتر ديال الدم اللي تدور في الدات بالنسبه وهذاك هو لو ديبي اللي خصنا بالنسبه للطفل خصو عنده القلب ديالو مازال صغير تنقولوش يهز واحد الكميه وسورتو الا دار شي مجهود دونك داكشي علاش اش نديرو تنولي تندقى تيكثروا اكثر باش تنصيفطو اكثر ديال الدم داك المليمتر تيصيفطو اكثر الوغ داك كل الدقه تيتبدلوا عند السيد الكبير بين 60 حتى 80 حتى 50 على حساب على سولتو انا على مول واش تيدير الرياضه اللي تيدير الرياضه تيكون القلب ديالو تيتنفخ واحد شويه وتيبدا يهز الدم اكثر وتتكون القوه ديال العضله قويه تتولي بحال دابا دقات العضله ديال واحد اللي تيدير السبورت بحال هي جوج دقات ديالي انا اللي ما تنديرش مثلا السبور مثلا واخا انا تندير السبور الوغ داك الضربه الوحيده هو تيصيفط فيها تقريبا اكثر 100 مليليتر دونك داكشي علاش الدقات ديال واحد بحال ما تيدير الماراثون تتجبر عنده دقات القلب مثلا تتوصل حتى 40 لان بشويه عليه لا جرى كاع بزاف تتطلع له ل 100 داكشي اللي يقدروا يديروا بزاف د الوقت الوغ بالنسبه للسي حميد انا بالنسبه لي على حسب شنو قلتي اللي سما هذا المشكل درتي الغيبوبه بالنسبه له لا حبسوا دقات القلب بزاف تيمكن يعطيو الغيبوبه لان كاين واحد الامراض لان القلب باش يخدم القلب واحد العضله لان تضرب حنا قلنا 70 دقه في الدقيقه لمده سنين وسنين وسنين حتى بعد مرات الواحد تيموت ماشي كاع حتى بالقلب تيموت بحاجه اخرى يعني ملايين المرات في الحياه يعني شنو هاد العضله اللي في الدات ديالنا تيمكن لها تتقلص اكثر من مليون مره ما كايناش يعني الا شتي دابا يدينا ولا هذيك القله تنحدوها واحد الدقيقه جوج ثلاثه اربعه خمسه واحد الوقت تعينا يدينا وتعيا ديك العضله القلب ما تيعياش تيبقى يضرب 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 وبليتو شكون اللي تيأثر عليه باش يضرب واش الدماغ بينات بان لا عقل تيوهي في السيونس في الدراسه كنا تنشدوا مثلا جرانه صغيره وتنزولوا على القلب ديالها وتنديروا واحد البلاصه تيبقى القلب يضرب بوحدو يعني انا القلب ماشي الراس اللي مأثر عليه بالنسبه للناس اللي تنديروا زراعه القلب تنزولوا القلب شي واحد وتركبوه وتعاوتاني تيضرب بوحدو يعني ان القلب عنده واحد الكهرباء ديالو واحد البطاريه اللي هي تتكلف به باش يضرب وداك البطاريه كاينه في الدخله ديال الاذين نعم الوغ هي اللي تتاثرنا وتتعطينا النبضات القلب على الاقل 60 70 وهذيك هي الكافيه باش الدم تندورو داك 5 لتر ديال الدم في الدات الوغ من غير هادشي كله داك البطاريه كاين سيد ربي عطانا بطاريه اخرى عاوتاني لان هذيك هي الله تتاثرنا على الاذينين باش تجمع لنا الدم وتيمشيو للبطين ولكن البطين هو المضخه يعني مثلا هذيك البطاريه خسرات ولا تتعطي تتعطي مثلا 200 ولا 300 واش البطين يمكن يستحمل داك الشيء لا سيدي ربي دار عاوتاني واحد البطاريه اخرى في الدخله ديال البطين يعني الا حسات بان جاي داك الشيء بزاف تتحبس داك الكهرباء باش البطين ديما تيضرب واحد المجهود اللي يمكن له يوصل الدم من الراس والدات ومن غير هادشي كله سيدي ربي رجع داك اي خليه ديال القلب فيها الكهرباء ديالها بوحدها يعني لا هادشي كله البطاريه اللي ولا خسرات البطاريه الثانيه خسرات داك السلوكه اللي تيدوزوا البطين الايمن والبطين الايسر خسروا خليه وحده القلب تيمكن لها تعطينا الكهرباء الكافي باش
ماشي باش القلب يخدم يعني سي ربي داك القلب دايرو باش معمرو داك العضله معمره ما توقف وعطاها واحد الخليه واحد الامكانيه باش واخا تجي من الله بانها ديما خدامه ولكن الوقت ديال الراحه ديالها اكثر من الوقت ديال العمل ديالها حنا ما تنحسوش به ولكن داكشي علاش دائما خدامه دائما خدامه دائما خدامه. دونك بالنسبه للسي حميد كاين شي امراض اللي تيعطيونا هاد الدقات ما تينقص تيهبطوا هو اللي تتخسرنا داك البطاريه الاولى تيولي البطين تيخدم بواحد البطاريه ضعيفه وهذوك الناس تيقول لي ولا بغا يدير شي مجهود ما تيقدش تيجي هاد الدوخه تيغيب داكشي علاش هاد انا ابار تيدير ديال الغيب ولكن السي حميد الحمد لله تيخلف تيمشي بحال اللي كان غالبا يمكن الا كان عنده شي مشكل نفسي ولا شي حاجه عطاو شي دواء كاين شي دوايات تينقصوا من دقه القلب لكن الحمد لله ما عندوش تاثير في التنفس ديالو ولا ما عندوش تاثير في المجهود ديالو. والمساله ديال انه الضربات ديال القلب عند حميد ولو حتى اقل من 50 ما كاينش تاثير على الصحه ديالو بروفيسور غيساسي؟ تاثير الصحه اللي يكون عليه هو لا غيب ولا لا جاه مجهود ولا جاه سميتو دهجه بزاف في ديك الساعه تنقولوا بان داك الدم غير كافي اللي تيعطي ديك الدقات ما الا كانت ما كاينش هذا المشكل يعني داك ال 50 هو كافيه باش يعيش وماشي مشكل. نعم غادي نمشيو دائما نتواصلوا مع باقي المستمعين الكرام وارقامنا مفتوحه هذه المره. سهام على الخط معنا من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك سهام. مرحبا بك. اهلا وسهلا. لاباس عليكم؟ الحمد لله سهام. الحمد لله. كنشكركم على هذا البرنامج بزاف. العفو سهام مرحبا. الله يبارك فيك. صبت نسولك على الوالد ديالي. اييه. كيجيو واحد الازمات، المهم العام اللي فات جاتو ملي مشينا للسكر القلب وهذا من القناه ديال القلب. خرج له هذاك التيو اللي كيديروا القلب. اها. باش يشوفوا واش مخلوقين ليه شي حاجه وعندو مشكل رجل مقطوعه له ما قدروش يديروها له. نعم. صافي خرج له تخاتمو كل تخاتمو كيتزاد كيديروا لي هاد 10 ايام دابا ثاني كيجيو الازمه الحركه كيجيو بحال كيدير له الصدرو كيولي تكرع بزاف ما عرفناش شنو. دونك شحال عمر الوالد ديالك مدام سهام؟ شي 74 هكا. 74 سنه. باقي صحيح واخا 74 الحمد لله. الو المشكل السكر بشحال هادي من سنه هو عنده السكر؟ قديم شويه. تياخذ الانسولين؟ لا كياخذ غير الكينه. غير الكينه والسكر ديالو مقاد؟ دابا مقاد ولكن ملي كتجي هاد الازمه كيلقى كيطلع ثلاثه اربعه. واخا وكان تيكمي؟ شحال هذا وقطع هو من قرا من التسعينات. التسعينات وفوقاش كانوا وقع له اختناق ديال عروق رجليه باش قطعوها له؟ لا رجليه تقطعت له باكسيدون. اكسيدون ماشي داكور. لا ماشي من ماشي مشكل ديال الديابيت ولا مشكل ديال الكارو. لا لا حديثه تقطعت له بحديثه. داكور. ولكن ملي بغاو يديروا ليه التيوب باش يشوفوا هذاك الشرايين واش مخنوقين ولا لا. التيوب بغيتي تقول القسطره وذاك داك العرق اللي تيدوزو من الفخذ باش يطلعوا للقلب. هذا هو الفخذ للقلب او من الرجل اليسريه. ماشي التيود الحلق. لا لا من الرجل. قسطره داكور. الوغ داروا له قسطره. وشنو جبرو؟ ما قدروش يديروها لي حيت رجلو باقا كتسيلو شويه بالقيحم ما دايره. واخا ضاريه كيبقى هذاك القيح ما قدروش يديروها له. ولكن رجلي فوقاش وقع له هذا المشكل مسكين. شحال دابا تقول؟ 70 شي 73 هكا. ومازالت حتى لدابا تسيلو بالقيح؟ باقا كتسيلو وكاين شي طبيب كيقول ليه ماشي مشكل هذاك القيح حميد ماشي شي حاجه. وبالنسبه شنو هذا المشكل اللي قلتي تجي شي حراك في صدرو؟ تجي حراك في صدرو؟ خنقه خرج له الطبيب واحد الرشاشه النص ديالها ابيض والنص ازرق. عرفتو وهاد الحرق تيجي الا دار شي مجهود ولا هي جالس وتيجي؟ هو معك لا دار مجهود بحال دابا من هاد الايامات اللي عيات عا كينوض عا كينوض كيبدا كتشدو. وتتجي بحال هذا سميتو بحال مشاكل ديال المعده تيحس براسو مزيان ولا لا؟ كنقول لك المرات راه المعده ولا المصران. واخا وشحال مره تتجي في النهار هاد المشكل؟ وملي كيكون عيان راه كتجي بزاف ليل ونهار كيف كيتحرك كيف كتجي. وباش يدير ديك الرشاشه تيدير ديك الرشاشه تيحس براسو مزيان. كيديرها كيحس براسو مزيان. تياخذ ذاك الدواء اللي تيجري اش نسميو حنا بالاسبيرين ولا اسبيجيك. كيعطيو اسبيجيك. ياخذو ياك. هي عنده تخاتمون ديال 3 موا تجي مع كيسير كيمشي للطبيب. فوقاش حاول يدير هاد القسطره؟ شحال هذا الوقت؟ شي عام دابا عام ومازال رجليه 3 جوغ ولا 4 جوغ وما داروهاش له بقى كيديروا شي محاولات سي ماما. ما داروها له ما حاولوش يدوزوها له من يديه. اليدين ديالو قالوا لي كدوز غير من الرجل ما واخا
واخا نجاوبوا على السؤال ديالك ان شاء الله. هسيهام وشكرا لك تواصلتي معنا. شكرا بزاف، بارك الله فيك. العفو، هذا واجب علينا. الشكر لك هسيهام، برنامجكم صحه وسلامه مازال نتواصل مع كل اوفياء علامات غاديو الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين، خليكم معنا دائما علامات غاديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم صحه وسلامه. اليوم رافقني البروفيسور جعفر الغساسي، طبيب اخصائي في جراحه القلب والشرايين. كنا توقفنا في السؤال ديال سيهام بروفيسور غساسي والحاله ديال الاب ديالها. الو، بالنسبه للاب ديال مدام سيهام، وسنعرفوا العوامل بعدا اللي يمكن لهم ياثروا على القلب. اولا السن تنعرفوا 74 عام بالنسبه للراجل، ملي تيتعدى 45 سنه 50 سنه تيولي مشكل، تيمكن له يدير العروق يكونوا عياو، مشكل ديال السكر حتى هو والمشكل بانه كان تيكمي، هادو كلهم عوامل تيمكن لها تقولنا بان راه يمكن عنده شي مشكل ديال القلب. نعم، غير هادشي كله عنده هاد الحريق اللي تيجي في صدره، بحال اللي كنا شرحنا شحال من مره، الكبحه الصدريه اللي تتجيه في قمه تيدير شي مجهود، وداك الحريق تيمشي لنا للكتف، تيمشي لنا للجهه السفلى ديال الوجه ديالنا، وعنده واحد الرشاشه اللي تتوسع العروق، يعني في قمه تيديرها تيحس براسو مزيان. هادشي كله تيجعلنا نقولوا بان راه كاين مشكل ديال العروق التاجيه ديال القلب. من غير هادشي كله، الحاجه اللي ما فهمتش هو كيفاش هاد الحاجه اللي مع التسعينات ومازال رجليه ما براتش. نعم، يعني ما براتش مازال كدوز القيح، ما غتكون ماشي ما براتش، غيكون المشكل ديال الديابيت اللي عنده. يعني الديابيت يكون عنده مشكل حتى ديال الاحساس، ما تنحسوش بزاف، يعني بعد مرات يمكن له يقيس رجليه ولا يضربها ويجرح وما كيحسش بها، ومع ذلك السكر ما مقادش، تتبقى دائما تتمرض وتتانفكت وتعاود. نعم، اما هي في الحاله الطبيعيه كيخصها تبرا. خصها تبرا، ولا الا كانت في حاله بهذيك البلاصه ما وصلهاش الدم بزاف، ولا مريضه وخزر المشكل ديال العروق، يمكن عاوتاني تمشي عند طبيب اختصاصي باش تينقص داك البلاصه اللي ما باريهاش، تينقص له منها شويه باش تمشي للبلاصه اللي عايشه اللي يمكن لها تبرى. الحاجه اخرى هو بالنسبه للقسطره، ما تنفهمش انا علاش ما قدروش يديروا القسطره. القسطره عندنا بزاف ديال الناس تنقلبوا على واحد العرق اللي خارج من القلب وتندخلوا فيه وتنطلعوا باش نديروا تنشوفوا المشكل ديال العريقات، يعني يا اما من الفخذ اليمين ولا اليسار، يا اما تنشدوا اليد باكثريه تنديروها من اليد، لان يعني باش لان الفخذ تيبقى لواحد الوقت تيبقى على الاقل واحد 24 ساعه، تنخافوا داك العرق كبير يسيل منه الدم، دونك تدار دابا اكثريه من اليد اليمين ولا اليد اليسرى، باش في ديك الساعه ماشي مشكل. كاع حالات ما قدرناش نديرو هادشي كله. دابا كاين سكانير كاين تسميه لو كوغو سكان، واحد السكانير تيشوف لنا العريقات ديال القلب وتيبين لنا اوموا بعدا واش كاين شي عرق اللي مخنوق، لان هاد الحريق الا بقى هكا دائما راه تيمكن له يعطي جلطه في القلب، وواحد البلاصه ديال العضلات تقدر تموت. حاجه اخرى قال شرط لها مدام سيهام، خص المستمعين يعرفوها، يعني بعض المرات تنحسوا بان عندنا مشكل ديال المعده، ما تنقدروش نهضموا مزيان، هادشي حتى هو يمكن يكون عنده علاقه بالقلب، الجهه اليمنى ديال القلب. دونك الناس يحضيو راسهم سقطوا اللي عندهم هاد العوامل ديال اللي يمكن لهم ياثروا على القلب، لا حسوا شي نهار ما هضموش مزيان ولا ما كلاوش مزيان، يخموا بان يمكن يكون مشكل ديال العريقات ديال القلب. ودائما واحد النصيحه نقولها للناس اللي عندهم حسوا هذا الحريق وبقى الحريق بزاف مازالش، يعني خصو في ديك الساعه يمشيو في اقرب وقت في الساعات اللي تابعين، يمشيو للمستعجلات ولا كان قدامهم شي دواء اسبرين ولا اسبيريك يبداو به، ياخذوا واحد 3 أو 4 ديال الحبات كما كان، غيجريو شويه الدم وتيمنعوا بان ذاك الكره ديال الدم تزيد تاثرنا على العروق على ما يوصلوا للمستعجلات باش يحلوا المشكل. وحتى الا كان خداوه وما كاينش مشكل القلب، راه ماشي مشكل، يعني اللهم الوقايه ولا تصدقوا شي مشكل. نعم، اسمات من عند فاطمه كتقول في العمر ديالي 27 عام بغيت غير نسول البروفيسور غساسي، انا عندي واحد المشكل ديال نخصه في القلب، كتشدني مره وكتبقى المده ديال ربع ساعه، لانه شحال من مره حسبوها لي العائله بالمكانه، ربع ساعه ما كنقدرش نطلع النفس نهائيا، كنحس بحال شي حاجه غتطرطق في الجهه ديال القلب ديالي، بغيت نعرف واش حتى هذا كيتعتبر مرض. شحال السن ديال فاطمه؟ 27 عام. 27 سنه. الوغ بالنسبه للناس اللي عندهم مازالين صغار 27 سنه وتيحسوا بهذه الدقه ديال القلب، يمكن تكون هذه هي نخصه بحال النخصه، الا كانت دقه بحال دابا النخصه، لان دقه القلب اللي زربوا بزاف تيمكن لهم يعطوا بحال هذه النخصه، تيمكن يكون مشكل. دائما تاكدوا بان واش ما كاينش مشكل ديال الانيمي، ايوه فقر الدم، لان هذا فهاد السن تيكون اكثريه، بحال دابا السيده يلاه عاد ولدات ولا ولدات وما كانتش تاكل مزيان مع الرضاعه، تيكون دائما واحد فقر الدم، واخا تنديروا بعدا التحليله وتنجبروا بان عدد الكريات الحمراء في حدا فايتين 5 أو 6 المليون، ولكن دائما خصنا نتاكدوا واش الكريات الحمراء
في المقياس الكبير. أيه. نبع المرض يكون 5 أو 6 مليون يكون تكونوا صغيرين صغير وانت تسميه ميكروسيتير وانا نمي ميكروسيتير تكون ناقصها الحديد يعني بحلا غتهز واحد الكاميو كبير تهز الأكسجين هو تكون يا الله راح طموبيل صغير ورا جدي وخا كاين لي فيكول كاين 5 مليون ولكن ما كافيش دائما فهاد لاج نتاكدوا بان ما كاينش لانيمي. ثاني حاجه نتاكدوا بان ما كاينش الغده الدرقيه اللي ماشي لان الغده الدرقيه تدير واحد الهرمونات اللي هما بحال قلتي هما ليسونس ديال الذات اللي كانت ناقصه تيكون الواحد مرخي ما تيغلط ما تيخمش بزاف عنده مشكل ديال التركيز يا اما تيكون داك الهرمون كاين بزاف وتيكون الواحد تياكل بزاف ومتيضعف ومتي والدقه ديالو طالعين وعيني خارجين هادو هاد المسائل كلها تتجعل بان دقه القلب تيزرو. نعم معنا كذلك اس ام اس من عند ام نوار كتقول لنا الزوج ديالي توفى على العمر ديال 48 عام بسكته قلبيه. عندي دابا وليد العمر ديالو 12 عام عنده اعراض تقريبا نفسها كانت عند الاب ديالو بحيث انه الوجه ديالو دائما شاحب كتقول صفر كتكون فيه سخفه كيتشكك يقول لها ماما ما نقدرش نطلع في الدروج وهما كيسكنوا في الطبقه الثالثه قالت حتى التركيز في القرايه ما كيكونش فهي كتقول خايفه انا انه يكون عنده نفس المشكل اللي كان عند الاب ديالو توفى بسكته قلبيه. الو مشكل ديال السكته القلبيه في 48 سنه غالبا تيكون يا اما مشكل ديال الضغط الضغط بزاف تيعطينا واحد العض داخل الشرايين الابهر تيمكن له يتشق من الوسط ويعطينا نزيف داخلي تيموت يا اما تيكون مشكل ديال نبضات القلب اللي ما منتظمينش ويمكن له واحد الوقت يعطيونا دي مشكل ديال ما تيبقاش الدقات منتظمين وتيعطينا سكته قلبيه يا اما تيكون مشكل ديال العروق التاجيه تيكون داك العرق التاجي ما تيكون واحد ما عنده حتى شي حاجه وتيكون العرق التاجي الايسر تيكون مخنوق من البدايه ديالو ما تيكون واحد ما حاس بالو ترى واحد النهار الله يحفظ تتوقع واحد دم مجهول ولا شي حاجه وما تيدوش الدم وتكون الجهه الاسريه ديال الذات كلها ديال القلب كله ما تيوصلش الدم وتتوقع سكته في داك هادو تقريبا هادو هما الامراض اللي تيعطيو هادو ما ظنش غيبانوا في 12 سنه وهاد الشاحف يعني يمكن يكون دابا يكون شي مشكل اخر شي مالادي سيستيم لكن اذا كانت فقر الدم دونك خصك تمشي تشوف عند الطبيب وتشوف ناش هذا المشكل ديال النهجه عند الطفل باسكو 12 سنه ما يمكنش شي سبب اللي غيعطينا القلب زعما امراض القلب 12 سنه ماشي هما الامراض ديال 48 سنه. واخا بروفيسور عزيز غادي نمشيو باش نتكلموا على زراعه القلب بطبيعه الحال وفي المغرب لانه مازال يعني شحال من حلقه راه مازال ديال الناس لما كيسمعوا غير عمليه على القلب كتبان لهم شي حاجه اللي كبيره بزاف وكيقول لك الانسان كيبقى في يد الله يعني ممكن العمليه تنجح ممكن ما تنجحش مازال الانسان كيبان ليه حتى الاحتمال ديال نجاح العمليه كيكون ضعيف او قليل بزاف فلما كنتكلموا على زراعه القلب. الوغ بالنسبه لزراعه القلب هو مزيان اللي شرتي هذا السؤال لان هذه العشريه من الاسبوع كلها الناس صديق بزاف الناس يهضروا على هذا المشكل ديال زراعه القلب اكثريه الناس ديال صحاب الكلاوي دونك في المركز الاستشفائي ديال الرباط درت واحد الندوه وهضرنا عليها وهضروا بزاف على هاد زراعه الاعضاء لان بغينا واحد التحسيس ديال المجتمع لان هذه دابا الحمد لله المغرب تقدم ديال الطب وصلنا لواحد الحاله اللي ان حتى حنا خصنا يكون عندنا زراعه الاعضاء لان كاين بزاف المرضى دابا اللي تبقى الحل الوحيد اللي عندهم هو زراعه واحد العضو. نعم وباش تكون هذه العمليه كيخص يكون متبرع خص يكون متبرع خص يكون واحد الاطار قانوني خص يكون الناس باغي حتى هو يعطي داك العضو ديالو دونك دابا كاين جمعيات اللي بداو يخدموا في هذا المجال من الناحيه القانونيه اظن بان الاطار القانوني دابا مصوب يعني خص واحد اللي بغى يعطي يتبرع بهذاك يمشي للمحكمه وتيقيد سميتو وبالنسبه للصديق المستشفيات دابا الحمد لله كاين امكانيات خص هي دابا الناس خص لي زيكيب يدوا سورغانيزي بالنسبه لزراعه القلب حنا عندنا هذا المشكل بزاف لان القلب باش توقع فيه جلطات بزاف ولا بعض المرات ادود اكثر الناس اللي تكون عندهم هذا المشكل ديال العروق التاجيه تبقاو نداويو وتنسرحو وتنعطيو الدواء لكن واحد الوقت القلب تيعيا تيبقى عطمي ضرب 70 ولا 60% تيولي تضرب 10% ولا 15% يعني داك السيد تيولي دائما مريض ماشي حتى تنقولو تيموت وتيبقى المشكل تيبقى دائما مريض دائما خصو يمشي للسبيطار دائما دويت بزاف دائما خصنا نعسو دائما خصنا نقصلو الماء العائله ديالو معدبه معاه وتيبقى الحل الوحيد هو خص داك المضخه خصها تبدل يعني باش تبدل يا اما كاين مضخه ناتوريل وهي ديال اللي تنقدروا ناخذوا في زراعه القلب ولكن مضخات ارتيفيسيال هما القلب الصناعي وهذوك عاوتاني هذيك
بغيتي شنو نهضروا عليها لا من ناحيه الثمن ولا من ناحيه التكنولوجيا ولا من ناحيه حتى لي ريزولطا يلا تتعاونيه مؤقتا. الوغ زراعه القلب يعني ملي تيكون حد مثلا المتبرع، متبرع شكون هو؟ هو شي واحد اللي الله ما تيكون مازال بصحيح بصحته وقعت له الله يحفظ شي مشكل جلطه في الراس يعني تيكون هي الراس اللي مرض ولكن مازال الاعضاء الاخرين مزيانين. تيكون مثلا شي واحد مثلا في هاد الحوادث السير الله يحفظ اكثر يصحاب صحاب صديق لي موتو صحاب الدراجات الناريه اللي كنقول لهم خصهم دائما ديروا داك الكاس. هادوك حتى هما هادوك هما المتبرعين بزاف، هادوك هما اللي انا يعني دائما الله يحفظ تجيهم ضربه في الراس يلا تتوصل للمستعجلات يكون ذاته مازال عايشه ولكن راسو مات. وتنتاكدوا من هادشي زعما الطاقم ديال الانعاش، لان صعيب دابا تيجيك شي واحد ما تيمكنش تخمم فيه كي متبرع خصك تخمم به كي غتنقدو. نعم داكشي علاش دابا حتى تتكون دابا انا خدمت بزاف في فرنسا في واحد المستشفى تما سميوه لا بيتي سابيتريغ اللي كنا تنديروا اكثر من 70 حتى 80 عمليه في العام. بعض المرات تنديروا جوج تبرعات ديال القلب تيكونوا الناس اللي تيداوي وماشي الناس اللي تياخذوا القلب باش ما تيبقاش شي واحد اختراق القلب تتشوف فيه تقول مصاب هي هذاك باش نعقد لاخر لا تيكون هذاك الناس تيتكلفوا به المريض يمكن في سبيطار اخر في مدينه اخرى وحتى تنتاكدوا بان السيد مات وحاولوا يعني ما كاينش امل في الانقاذ تيديروا الراديوات النيسيسير وتيشوفوا على الاقل جوج ثلاثه الدكاتره ديال الراس ودكاتره ديال الانعاش تيقولوا هذا السيد صافي ما كاينش امل باش يمكن له يعيش. ديك الساعات تيعلموا تيقولوا بان راه كاين عندنا واحد الاعضاء شكون في السبيطار اللي عنده شي مريض نحتاجو. ديك الساعه تيكون الواحد تيكون عنده المرضى ديالو اللي عارفهم مزيان وعارف له شنو هو نوعيه القلب اللي خصو ونوعيه الدم اللي عنده وديك الساعه تيتخذ داك القلب باش يتزرع. وخصنا نعرفوا بان زراعه القلب ملي تيكون شي واحد تيكون مريض واحد ما تيقدش يتنفس ما تيقدش يخلف ما تيعيش ما تيدير شي حاجه ملي تدير زراعه القلب زعما انا اللي عايشهم وكنت انا براسي تنتكلف بهم في فرنسا وتنزول تنشوف كل مره تيجي عندنا مره في الشهر كانوا ممثلين كبار كانوا سينمائيين كانوا ناس اطفال كانوا حياتهم تتبدل نهائيا كيف حتى تعطيهم واحد حياه اخرى 20 سنه ولا 30 سنه ولا كاع تيقول لي بحال انسان عادي تيدير وليداته تيعيش حياته عادي. دونك نتمنى على الله وحنا في المغرب درنا مره واحده واحد السيد اللي درنا له زراعه القلب في الثمانينات 1986 وعاش سبع سنين مالوغوزمون مات لان كان شي مشكل ديال الدواء وشي ميكروب ولكن ولد وليده ولد بنيته وعاش حياته كان تيجي يجلس معنا وتنضحكوا معاه الله يرحمه الله يجعل هذا زراعه القلب ان شاء الله تكون تطور في البلاد ديالنا يا رب ان شاء الله. شكرا لك، الف شكر بروفيسور جعفر الغيساسي اخصائي في جراحه القلب والشرايين.